السلام عليكم. سنتعرف اليوم على الفرق بين R و Do وكيفية استخدام كل واحد على حدة. فلنبدأ. نستخدم R للسؤال عن الاسم أو الصفة، أي أن يأتي بعد R وبعد الضمير صفة أو اسم. فلنرى الأمثلة لكي نفهم جيدا. لدينا 4 أمثلة عن ما ذكرناه سابقا: Are you happy؟ Are you hungry؟ Are you French؟ Are you Spanish؟ بالنسبة للمثال الأول والثاني فقد جاء بعد R ضمير you، وبعد الضمير جاءت صفة أو adjectives happy and hungry، they are adjectives. أما بالنسبة للمثال الثالث والرابع فقد جاء بعد R ضمير you كذلك ثم الاسم French Spanish، they are nouns. أما بالنسبة لدو فنستخدم دو للسؤال عن الفعل، أي أن يأتي بعد دو وبعد الضمير فعل ليس صفة أو اسم. The rule is do plus subject plus the verb. Examples: Do you speak English? Do you play football? كما نرى هنا فقد جاء بعد do الضمير you والأفعال أو the verbs speak and play كلها أفعال ليست صفة وليست اسم كلها أفعال.